مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. خرج مستخدم شركة سويس بورت المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للاحتجاج في وقفة احتجاجية صباح يوم الأحد 18 أكتوبر على مستوى مطار مراكش المنارة وعلى غرار جميع مطارات المملكة، وذلك نظرا لما اعتبروه استمرار إدارة مؤسسة سويس بورت في قراراتها التعسفية ومحاربة العمل النقابي وإقدامها على طرد عضو المكتب الوطني وإقدامها على تقليص الأجور دون سند قانوني وعدم احترامها ما تم الاتفاق عليه بالنسبة لعقود العمال. ووفق بيان المكتب النقابي الموحد لعمال شركة سويس بورت، فإنه رغم المساعي التي قام بها كل من المكتب التنفيذي المركزي والمكتب الوطني من أجل تنهي الإدارة عن التراجع عن قراراتها التعسفية وإرجاع عضو المكتب الوطني إلى العمل واحترام الحريات النقابية وتنفيذ التزاماتها، إلا أنها تشبتت بموقفها الرافض وعدم رغبتها في إيجاد الحلول لجميع القضايا والمشاكل حسب تعبير البيان. هاد الناس سنين معاهم بروتوكول شهر 7 احترمته النقابة بحروفه كاملة في حذافيره كاملة تحترم، فإذا بنا شهر 9 كنتفاجئوا بأن الإدارة كتنغص من التزام بهذا محضر الاتفاق الموقع في مقر المركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الممثلة في المدير ديال الموارد البشرية والرئيس المدير العام ديال الشركة وسيد أحمد عبد القادر الزايير رئيس الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وسيد مروان دولازي الكاتب العام للموحد سويسبور. اتفقنا على صفحات الخلاف وأننا غادي يكون هذا المحضر الاتفاق هو خارطة الطريق اللي غادي نكملوا بها السنة. إذا بينا كنتفاجئوا بهجوم جديد من طرف الشركة على أولا الحرية النقابية، على حقنا الشغل، على حقنا الأجر بدون مبرر، بدون سابق إنذار، بدون حوار. انتجعت مجموعة من السلوكات للهدف منها التضييق على العمل النقابي، تضييق على الحرية النقابية والهجوم على مكتسباتنا وحقوقنا اللي كيخولها لنا الدستور ديال البلاد. تفاجئنا بأن هاد الناس جاو ووقفوا نائب الكاتب العام في محطة ديال مراكش واللي هو ممثل. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.